الهام يعني بالاساس عيلتك فيها الهام شاهين وانتي متسميها على اسمها، معناه ان اول حاجه تعمليها انا عايزه ابقى ممثله مش ستايلست وبحب المكياج والحاجات اللي انتي قلتيها في اول لقاء. أيوة ده يعني ليه؟ انا عيلتي كلها بتشتغل في الفن، يعني عندنا اخراج وتصوير وانتاج وتمثيل وستايلينج، فهو كرو كامل يعني كان حواليا طول الوقت. فكنت على طول بدعبس مع حد فيهم في حاجه، طول عمري بقول ان انا عايزه امثل، بس كنت مستنيه ان انا اخلص جامعه وبعدين اعمل كده. صدفه ان جت كورونا وجيت على مصر وقابلت كوثر وقالت لي انا مخرجه حابه تعملي فيلم، فتمام يلا. يعني ساعتها ما قلتلهاش خالص ان يعني في شجره العائله القريبه جدا اللي هي بقول لها صباح الخير كل يوم الهام شاهين، ما قلتيش كده؟ لا خالص ليه؟ ما قلتش عشان انا عجبني ان هي جات لي عشان انا مش عشان اي حاجه تانية في الدنيا، مع ان انا بجد فخوره قوي ان الهام خالتي وان عيلتي عيلتي وبحبهم وبموت فيهم، بس متعوده دايما ان انا الهام الصغيره. فكوثر كانت اول حد يجي لي كالهام مش كالهام صغيره. الله عليك، فدي كانت عندي يعني برافو والله. وبعدين وافقتي؟ وبعدين بس قالت لي تعالي نقعد قعده، قالت لي تعالي نتكلم على الحياه. قلت نتكلم على الحياه؟ قالت لي اه تعالي نتكلم عن حياتك. ودلقت لها كل حاجه، ما اعرفش ليه بس ارتحت لها اوتوماتيك كده، فهي جت كده. كانت من ضمن الشخصيات انت قلتي كانت ملهمه بالنسبه لك ككاركتر بشكل الطله اللي انت عايزاها محتاجاها للدور، بس هل كان عندها حكايات زي الحكايات بتاعه الفيلم؟ كان عندها حكايات ألهمت الفيلم بصراحة، يعني مش عشان اسمها إلهام فهي ألهمت، بس هي فعلا كان عندها قصص وحاجات في علاقاتها بالناس اللي حواليها، كانت يعني عرفت ناخد منها نضيف للشخصية كمان ونقوي الشخصية أكتر. طب لما نروح بقى للفلوس.